أنا على الهاتف مباشرة أيضا المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال. يا أهلا بك سعادة المستشار. أهلا وسهلا بحضرتك. سعادة المستشار، يعني كيف يعني استقبلت المؤشرات غير الرسمية لنتائج المرحلة الأولى؟ أولا النتائج الرسمية أو النتائج المتوقعينها إنها تنشر غدا إن شاء الله، بنأكد عليها إن إحنا ما هيش مختلفة تماما عن النتائج اللي هي اعلنت منذ قليل. يعني انت ترى ان تصويت نعم حضرتك ترى ان تصويت المصريين في الخارج لن يؤثر على ما اعلن من نتائج؟ لان تصويت المصريين في الخارج هو تصويت بسيط جدا اذا ما قورنا بلجنه حتى واحده من اللجان التي يتم التصويت من خلالها في المحافظات، وبالتالي التغيير لن يكون كثيرا يعني. ولكن ما اؤكد عليه ان اهم ما يميز هذه الانتخابات انها يعني عملت نوع من التنوع داخل البرلمان، حتى وان كانت هناك يعني مقاعد قليله جدا تم توزيعها او تم تاكيدها على عدد من الاحزاب السياسيه، لكن اليوم بنؤكد ايضا معنى اخر ان ده كان يمكن التجربه في بدايتها، واحنا ما زلنا في تجربه بتشمل يعني كثير من التغيرات، منها تغير المواطن المصري ووعيه وتوجهاته. بالتأكيد احنا ثقافة الأحزاب ما زلنا بنسمع حتى منذ قليل الناس بتنظر للأحزاب نظرة سلبية، ان في بعض وسائل الإعلام بتتناول العمل الحزبي على ان هو عمل يعني غير سليم او غير صحيح، ده بينعكس بالضرورة على المواطن، بيجعل المواطن مالوش رغبة في المشاركة السياسية. احنا لازم نعترف ان احنا لقينا صعوبة جامدة جدا، تيار الاستقلال وأحزابه واجهوا صعوبة جامدة في جذب عدد من المرشحين اللي هم قادرين على خوض الانتخابات البرلمانيه، وما زالت المشكله دي بتقابلنا، ما زالت بتقابل كل احزاب مصر، ان احنا المرشح مش لاقي مباريات تقدر ان هي تستكتبه وتجعله ينضم الى الحزب الفلاني او حزب يكون له ميل الى سياساته وبرنامجه. من هنا وجب علينا وعلى الاعلام المصري ان يكون هناك منظومه جديده للتعامل مع الحياه السياسيه، منظومه جديده تؤكد أن العمل الديمقراطي لا يمكن أبدا أن ينفصل عن العمل الحزبي. طب سعادة المستشار يعني اتفضل. بمعنى أننا إذا ما أردنا حياة ديمقراطية قوية فعلينا أن ندعم العمل الحزبي، علينا أن نوجه المواطنين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الأحزاب. يعني مش ممكن النهاردة ما زالت الرؤية القديمة اللي كانت قبل 25 يناير وقبل 30 يونيو، الرؤية القديمة اللي هي بتقول اللي بينتم الحزب كانوا بينتمي لحاجه معارضه للدوله، ده كلام خاطئ يا جماعه. الناس تفهم الحزب النهارده هو اللي هيشارك في صياغه المنظومه السياسيه، هو اللي هيشارك في البرلمان في وجود تعدديه حزبيه، هو اللي هيشارك ايضا السيد رئيس الجمهوريه في دعمه في سياساته وفي اداء واجبه الوطني تجاه الحفاظ على استقرار وامن هذا الوطن. عشان كده احنا مطلوب مننا نوعي المواطنين، انت لازم تخش تيار الاستقلال، ولازم تخش حزب الوفد، ولازم تخش احزاب اخرى، لازم حسبما يتراءى لي، لكن لابد من التنوع، لان التنوع اساس وطبيعه الحياه السياسيه والديمقراطيه، والماده الخامسه من الدستور بتؤكد على تنوع وتعدد الحياه الحزبيه في مصر. طب سعاده المستشار احمد الفضالي، يعني اكيد المرحله الاولى من وجهه نظرك شهدت بعض السلبيات ودي اثرت على نسب المشاركه، كيف يمكن التغلب على هذه السلبيات خلال المرحلة الثانية وتعزيز دور الأحزاب خلال المرحلة الثانية إن شاء الله؟ لا، أولا خلينا نقول حاجة مهمة جدا، أن التأثير يعني الحياة السياسية كلها اتأثرت بهذه الانتخابات. هذه الانتخابات كانت مؤجلة منذ موعد انتخابات السيد الرئيس في مايو من 2014، وإحنا النهاردة في نهايات 2015، يعني تقريبا عام ونصف يعني كاملين. ده بيأكد ان احنا في اطار التغير، في اطار يعني رغبة من الناس ان هي تنتقل من هذه المرحلة، مرحلة الاستحقاق الثالث، مرحلة انهاء والانتقال بقى الى مرحلة النمو الاقتصادي والانتعاش وعلاج البطالة وعلاج المرضى وعلاج المحتاجين وازاحة الهم من على قلوب وعقول المصريين. يعني احنا ما زلنا بنقول ان المصريين همهم وشغلهم الشاغل هو ان تنتعش حياتهم، ان يخرجوا من هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه، وهذا لن يتاتى ابدا الا بهذه الانتخابات التي بدا يظهر اثرها بمجرد خروج بعض الناجحين او الذين فازوا
في المرحلة الأولى بيؤكد أن مصر استطاعت وبدأت بالفعل تنهي الاستحقاق الثالث الذي طال انتظاره، وسنبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الاستقرار والأمن ومرحلة الدعم الاقتصادي. أعتقد أن النهاردة الشكل العام أفضل بكثير من الصورة اللي كانت عالقة بأذهان المواطنين. النهاردة مهما كانت هناك أخطاء، هناك لا شك مشاكل في العملية الانتخابية، هناك أيضا بعض الذين ظلموا في هذه الانتخابات، لكن بنقول لهم يعني حطوا مصر قدامكم، حطوا الهدف الأساسي هو إنقاذ مصر من التراجع عن محققاته في من ديمقراطية، التراجع عن أهداف ثورة 30 يونيو. بنقول للي خسر النهاردة أنا بحييك يعني بهنيك على أنك شاركت في مسيرة بلدك. شكرا، تخرج بسرعة. شكرا لسعادة المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، شكرا جزيلا لك. أعلم